السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة اسمها مايكرو ديسك، تحس إن هو خد مايكرو سوفت وأوتو ديسك وضربهم في خلاط. عملنا شوية أدوات لذيذة جدا، بالذات للناس اللي شغالة في البايبنج أو البلامنج، إن تقدر تخلي الألب مثلا أب ليفت وهكذا. خلينا نشوف شرح سريع كده. مثلا عندي الفلور درين، وعايزين مثلا نوصل اقول له مثلا وصل لي دي بديت، او عايز اوصل دي بديت هتوصل ازاي. اقول له اربط لي دي بدي، المنتج ده بكام؟ فري. فأكيد أي حد شغال في البايبنج لازم إن هو إيه يشتغل بيه، مادام مش هيكلف حاجة أصلا يعني. يبدأ يزيح لك الحاجة بحيث إن هما يتوصلوا ببعض. سيب لكم الفيديو، سيب لكم اللينك أسفل الفيديو إن شاء الله.